صراحة تجربة حلوة ومميزة وفريدة من نوعها عن باقي التجارب. صراحة التاكسي يعني بدون سايق يكون أحسن وأريح حق الأهالي، الأهالي يخافون من أن يكون في تاكسي. مثلا أنا الحين ياهل يوم أقول حق أروح تاكسي يقول لي لا أخاف من الريال، فالحين يوم أركب بدون سايق عادي أمي بتكون فرحانة وبالعكس مرتاحة في البيت.